شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي صمود أربعة الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثالث الميداني باستخدام مقلدات الرماية المايلز، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وتضمنت المرحلة التي شهدها عدد من كبار قادة القوات المسلحة دفع الأنساق المدرعة والميكانيكية لتطوير الهجوم واختراق الدفاعات والاستيلاء على خطوط ذات أهمية حيوية وصد الهجوم المضاد بالتعاون مع القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوي وتأمينه واستكمال تنفيذ باقي المهام. حفظ الله جيش مصر.